مكرونه. عندنا اول حاجه المقادير، سلامي هجيبه وهنبدا اللي انا هشوحه على النار حاجه بسيطه، مكرونه مقصوصه هبدا اللي انا اجيبها واسلقها، عندي مايونيز، وبعد كده عندي مجموعه الخضروات اللي قدامك دي. انا بجيب عندي الطاسه اللي هنبدا نشتغل فيها على ما تكتبي المقادير. فاول حاجه عندنا عندي بقى فلفل الوان، طماطم، ليمون، عندي كزبره هفرمها، وعندي المايونيز، وعندي الايه الكاتشب، وعندي الذره الحلوه. ده بالنسبه لايه للمكرونه، نص كيلو مكرونه. بعد كده عندي ربع كيلو سلامي، 3 فلفل الوان، بصلايه، طماطمايه، كزبره خضراء، كوب ذره حلوه، عندي زيت، كوب مايونيز، ونص كوبايه كاتشب، وزعتر ناشف. طبعا عندنا مساعد مخرج ما شاء الله، حاجه جميله جدا. بحط المقادير هنا، يقوم واخد المقادير اللي هو عايزها حاططها قدامه عشان ايه الالوان على الكاميرا. طب انا يا عم، يقوم حاطط الباقي هنا. شيخنا استاذ موفي، هنبدا نشتغل عندنا وبنشوف هنعمل ايه. تعال بقى نبدا نشوف هنعمل ايه في السلامي بتاعنا. اقطع، انا عمال اقول فين بقيت المقادير يا جدعان، يا جدعان والله حاطط عينة. اقطع شرايح، واي نوع من اللحوم البارده ينفع تشتغلي بيها الايتم ده، يعني ممكن تركي مدخن، ممكن لانشون. تقطعيه، تجيبيه تقطعيه شرايح. لازم يكون لانشون النوع ايه، النوع الفاخر. ونبدا نقطعها شرايح عشان نبدا ان انا ايه اخدها في شويه زيت زيتون عندي على النار. نسيت بقى ده ايه، جارنش. ماشي، نرجع بقى هنا نشوف الطاسه اللي عندي على النار، احط فيها شويه من زيت الزيتون. على ما نروح نجيب البولة بتاعتنا اللي هنبدأ نشتغل فيها. طيب عندنا حاجة مهمة قوي، ازاي نقدر نقدم السلطات، ازاي نقدر نقدم السلطات بشكل يكون شهي، بشكل يكون حلو. هو لازم في طبق؟ لا طبعا مش لازم في طبق، في حاجات كتير قوي نقدر نقدم فيها السلطات. انا اخترت لك حاجة النهاردة من الحاجات الكتير دي، خلينا نشوف هنعمله ازاي. بجيب عندي العيش، خبز التورتيلا بتاعي اهو، قدام حضرتك اهوت، احنا عملناه قبل كده. تقدر تخش على الصفحه عندك وتجيب الطريقه بتاعته. نقوم عاملين ايه بقى، نقوم جايبين فورمتين زي دول، اي فورمتين شبه بعض، يعني اي فورمتين عندك شبه بعض، تقومي حاطه العيش كده هنا عليه، تمام، وتقومي راحه بديت وضغط عليها من فوق، تضغطي بس بالراحه عشان عيش ايه ما يتقطعش منك. نضغط 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 لحد ما يوصل كده، تمام كده؟ شايف الموضوع ماشي ازاي؟ ناخد الكلام ده ونروح فين؟ زي ما هو كده، نقوم قلبينها ونروح فين؟ عندي على الفرن درجة حرارة كام؟ 220. هنعمل حاجة كمان، أهي نجيب الخبز بتاعنا كده أهو، وأبدأ أنزل أنزل أنزل، تقومي قلبة تضغطي عشان يبقى بالشكل اللي انت حضرتك كده شايفاه، ويبقى متبصم كويس جدا. طيب بعد كده بقوم واخد ده وارد رايح عندي على الفرن. طيب نروح عندي بقى على ما يبدا يستوي معايا على الايه السلامي بتاعي. وابدا اللي انا يا دوبك بس يعني نظبط له على النار كده شويه، حاجه بسيطه. نشوحه ويدي الطعم الحلو. عشان هنبدا نضيفه على السلطه بتاعتنا، اول سلطه بتاعتنا سلطه المكرونه. يبقى عندي المكرونه اللي انا سلقتها،
اي نوع عندك. تمام، واقوم واخد عندي السلامي بتاعي ده، ونقوم واخدينه وحاطينه عندي على المكرونه. وبعد كده ببدا ان انا اعمل لها الخلطه بتاعتها بقى، اللي هي بالخضار، فلفل اصفر، السلطات دي كلها بتتقدم باردة يا دوبك. بس انا شوحت السلام اللي عايزه تحطيه على طول ضيفيه، يعني قطعيه شرايح وضيفيه، مفيش اي مشكله خالص. السلطات بقى هي المتعه في الخضار، مفيد جدا على فكره. اللي انا عرفته مؤخرا الفلفل الالوان للبشره مفيد جدا، لانه فيه نسبه من الميه، فمفيد جدا للبشره، ونسبه السكر اللي فيه حلوة جدا. طبعا انتوا عارفين هو بيبقى فيه نسبة من السكر، خصوصا الأحمر والأصفر الرومي. هذه الطماطم هقطعها مكعبات صغيرة ونضيفها على الفلفل بتاعنا. وبعد كده عندي الكزبرة، معايا حنجرة، هذه الكزبرة هي مفرومة، ذرة حلوة، النتيجة السنة دي تفتح النفس بجد. نبدأ نعمل ايه بقى؟ نقلب الخلطة دي كلها مع بعضها. بص المكرونة بجد بجد والله هتتاكل، يعني مش ولا طبق رئيسي بقى، ولا تقولي لي أي حاجة ولا مقبلة جنبها، هي دي كده. ونخش على طول لسه طبعا هنعمل لها التتبيله بتاعتها بقى، نيز وكاتشب، ونقلب كل ده مع بعض، نقلب ده كل ده مع بعض. كاتشب نبدا نحطهم فين؟ على المكرونه بتاعتنا. وابدا ان انا اقلب يا باشا السلطه ديت عشان تبقى جاهزه معايا. بص اللون بقى بتاع السلطه عامل ازاي، الشغل العالي، كل حاجه واخدها تمام. ممكن يعني سنه ملح بسيطه جدا، ونبدا ان احنا نقلب تقليبه كمان. هناخد عندنا الاطباق الفورم دي بعد ما تطلع انا هوريها لك هتبقى عامله ازاي. هي تبقى زي كده يعني، ما فيهاش اي ايه، مش هنعمل فيها حاجه تاني يعني، تبقى الكب زي ما انت شايفه كده. بص عامل ازاي بقى، هتاكلي صوابعك وراه بجد يعني. السلطه دي تاكليها مع العيش ده، شوفي الطعم هيبقى عامل ازاي، تقدمي شكل، بقدم لك شكل وفي نفس الوقت طعم مميز جدا. ناخد عندي المكرونه ديت، يلا اهو، ماشي ماشي. هي مش بتتكسر يعني، انتوا ملاحظين ايه في 70 صوت، هي مش بتتكسر، هي في طبقه بس من تحت قشره بسيطه، فايه القعده بتثبت، فايه بتعمل الصوت اللي انت شايفاه ده. بس هذه السلطه بتاعتنا الجميله، بص ما شاء الله طلعت كميه محترمه جدا. تمام، انا هحاول بقى ايه، هعمل بس ننضف هنا حواليها. طماطم بجيبها وببدا ان انا ارصها بس كده ايه، جوانب الفورمه. ادي نوع من انواع السلطات السهله جدا بتقدري تعمليها عندك. بتاع ده بيتقلقني والله. هادي اول طبقين اتنين من السلطه، يعني قدمتها لي كل واحد حتى بشكل مختلف عن التاني.